شو هو؟ طيب هنا خلينا نغير اسم الداتابيس، سمينا اقصى داتابيس 2. هذا الاتصال بقاعده البيانات، هذا التحقق بقاعده البيانات، هي الجمله تبعتي. سيلكت ايش بدي اعمل انا؟ اسمها يوزر اندرسكور اي دي من الداتابيس، انه هي اسمها الداتابيس، هي شو اسمها هذا؟ يوزر اي دي، يوزر نيم، يوزر فول نيم، باسورد، كرييتد ات. اليوزر نيم، يوزر فول نيم، يوزر باسورد. هل جبت كرييتد ات؟ ما جبتهاش، مش حطبعها. الان فروم يوزرز تي بي ايش بدي اقول له؟ نفذ لي ماي اس كيو ال اي كويري كونكشن مع الماي اس كيو ال، لكن قلنا احنا جمله السلكت بترجع ريتيرن على شكل اري. الان قلت له خزنه وين؟ خزنه في الريزلت. الان بدي افحص كم عدد السجلات اللي رجعت، عشان اذا ما رجعش اقول له زيرو رو سلكتد. اذا كان في سجلات اعمل عليها لو. يبقى هنا من البدايه قلت له ماي اس كيو ال اي نمبر روز لمين؟ للريزلت اللي رجعت عندك. اذا كانت اكبر من صفر شو تسوي؟ خش عليها وقول لي واي الرو يساوي ماي اس كيو ال فيتش اسوشيتد، حول هذه المصفوفه الى ايش؟ اسوشيتد، الصف الاول. وين صار الصف الاول موجود عندي؟ في الرو. اجيت قلت له هنا اعمل ايكو يوزر اي دي تساوي مين؟ اليوزر اي دي، قلت له اطبع لي رو يوزر اي دي، اطبع لي رو يوزر نيم، اطبع لي رو يوزر فول نيم، اطبع لي الرو يوزر باسورد. طبعا حطيت كلمه قبل عشان اعرف، واعمل بي ار عشان مين؟ اليوزر الثاني، اليوزر الثالث. ماشي يا جماعه؟ ممكن اجي اعمل انا هيك عشان افصل بيناتهم. طيب في حاله من البدايه كانت عدد السجلات اقل من صفر او تساوي صفر، شو بسوي؟ ايكو زيرو ريزلت، زيرو ريزلت. تعالوا نشوف البيانات اللي موجوده عندنا هنا. اعمل ريتيرن، في عندي سلكت جديده. هي طبعا لي. واضح يا جماعه؟ قال لي يوزر اي دي يساوي واحد، يوزر نيم ار اي مطر، يوزر فول نيم رمزي مطر، الباسورد 1 2 3 4 6، اليوزر الثاني، اليوزر الثالث، الرابع، وهذا. المفترض الطباعه بالطريقه هذه غير صحيحه، ايش بدك تسوي انت؟ مفترض يكونوا في جدول. ماشي يا جماعة؟ المفترض يكونوا وين؟ في جدول. هاي بي ار. لو رجعت أنت نفذت بطريقة. طب أنا ما بديش كل السجلات، شو أعمل؟ لازم أقول له أنا إيش؟ وير؟ مين؟ اليوزر أندرسكور أي دي يساوي مين؟ أكبر من أو يساوي 3 أو 4. شو بيعطيني هنا؟ نطلع هاي الداتا بيز عندك. هذا قديش؟ 1 2 بيطلعوا؟ 7 و 8. هل فعلا بنفذ الكلام هذا صح؟ مين جاب لي؟ 7 و 8. طريقة. واضح؟ حالهم يجي هنا ايش بتقول له؟ وير الاي دي ان تعطي له ايش؟ قديش بدك؟ 2 و7 هاي 2 و7 هاي تخزين. الان بتشتغل انت شغل ايش؟ هاي 2 و7 هلا شغل اس كيو ال داتابيز. الان بصير انت الاوامر اللي تعلمتها في الداتابيز بتنفذها، لكن احنا من ناحيه بي اتش بي بدي تفتح اتصال مع قاعده بيانات تكون الجمله تبعت الدي ام ال، بعدين تنفذها من خلال اس كيو ال اي كويري او اس كيو ال اي مالتي كويري، وبعدين ايش بتشوف الناتج اللي موجود. هي كل الشغل الموجود عندي في البي اتش بي. واضح شباب؟ طيب نشوف المثال الثاني اللي هو كان عباره عن ايش؟ ايش؟